ما بعد جينا الغربة. لا 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 موتك الغربة وغربة الموت. يا الله تكوي واحد عمي شو سعد لا بشرك لما يشوفني بختو ايش يقول قصيدة. علمون علمون ايش عندكم علوم حمدك عندهم يوم علوم نواف. من اللي جاب غربتنا غيري؟ من اللي جاء في سريري؟ نواف الشهراني حل معنا. تمون من اللي جاء طرف من برا؟ نواف الشهراني جدو جدو رقد كاد يرقى الدرج يتعبك الدرج. والله هذاك اليوم تعبني تعب انا نقلت فوق ما تروح فوق ليه وساعة طويلة فوق على عبد الدين ساعة طويلة عبد الدين راح فوق ساعة تعال ابشرك الحمد لله دايرين بينكم الله ابشرك الحمد لله راح وجانا تركي ويزي ساعة طويلة راح فوق كان الحين ناخذ راحتنا اعضاء جدد تركي ويزي جانا اليوم لا جدو جانا يوم راح علمكم بحاجة 20 زوم و30 تعلمهم اسف ايه عشان يردهم من عارف اعلمكم حاجه عامله انا الامير والله ما يجي مسافر هذا انا اعرفه اعلمكم حاجه رقت وازيد في شعبي رقت بين سلطان وبين نواف عقر يبني والله بغير كل واحد بوم واصرف من الرجلين والثاني بوم من الرجلين علمه وش عين تحت لغتي عدنا علمه هذاك ابو محمد هذا اللي هذا ترى سلطان نظيف وعود لا جاي يرقد يبخر فراشه وعود وانا بخر فراشه بخرك يرقد جنب كرشيت يا كان جراديه يا الله انا مستوعب جراديه حلوه يومين يومين والله كان اسبوع ابو لبع عينك ابو هذا صار انقلبات الغرب كلها عمه ابو مهله ما راح الامير سعد الطويل عشان الامير سعد الطويل طلع فوق عبد الله هجين طلع فوق وقف 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 من غير قصور في الجميع يروح ذا بس سعد الطويل يروح بعلمك ليه ساير مشكله فوق وانا لقدني موجود يستحون مني وزين امورهم وها يجملون على عيني يعني انت رحت الهدف اكيد لاني قادم فوق ولا انا ابغى مالي الهدف ما يجلس عبد الله الحاضي الهدف لمده معينه انا تني اشوف يا ابو محمد في وجه رشيد تني مستانس معجب هالوضع ايه مستانس ليه؟ علوم علوم ايه 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 لاني يومني موجود علوم والله انا خايف هم يبغون قارعهم منهم ويوم رحت منهم انفلتوا خذوا راحتهم ابشرك شو ابشرك رشيد يوم قدي في الغرفه قال لي سكينا من سعد يقعد هي انا واقف كما قال ها يا سعد من يوم راح فوق ايش اللي فوق ايش كان شكله مهرب وما ادري ايش سالفته شكله يا شيء من يهرب من يهرب انا يشبهون يعني ساكتنا سعد اعترف لك اعتراف ما دام اني نزلت تحت وانت فوق يا سلام الرجال ذا جلس سويت حاجه عنده قال افتكينا من سعد الطويل جانا جد الشهران هو ايش هذا ايش لذلك اطالب ليش انا ضيف شرف ما داني بحاول اضرب له انت الطالب واحد ما في الغرفه الغرفه مالها مير هذا بعد يوم وراح ايه قام عجبنا جوه طردنا تدري ليه دقيقه بحاجه شد انت الحين بس في السوالف الضحك في الغرفه الدرج ركبتوه ولا باقي بالسبعه الدرج ركبنا الدرج تقول لك بارك شهر والله ركبتوه حطيت ذي فيه روح تفكير بعيد الترتيب اللي تكون اي حسنا ليه والله السرير اللي قبل نحطه هنا واو خبيث والله لا اعرف ابو التفكير اللي يفكر ما ادري كيف يفكر وش سويت ليه نبي لين تجي وعشان ما يجون اعضاء جدد واحد ياخذ سريركم من ابلش به ويرجع الامير سريري وانا وقعدت ورا ما حد ياخذه يوم رحت واحنا فاقدين سوالف التماسيح لا امنعني منك سوالف التماسيح ضبها لا الامير رجعت الشيخ ماك براجع ما نبيك ترجع شوف انت ونعم وكل شيء وعراسنا بروح لكن اسمع ام محمد تدري وش هو نطرد رشيد احنا ما نبغى نزعج كنت رجال نومك خفيف لك وحشه انت نومك خفيف احنا لو سولفنا تقوم كل شيء تقول اسكتوا اسكتوا عشان كذا ما نبغى نزعج ويوم رحت فوق لبق ان شاء الله انك مع الترجال من هو؟ مخلد يبغى الاماره مخلد يبغى الاماره تكفى ابو شهرين سعد يابر سعد سعد اي والله ما سرق يابر في الشنطه وش رايك؟ انا الحين بصرح تصريحات واوامر تمشي الحين لكن بدل ما اقولها وش رايك نطلع ماجد هم معطيني شنطتي زرقاء هم مجهزينها ابو مفلح ماجد الله يستر عليك مجهزينها لي خلني بوجه لك كلمه والله العظيم اني سجلت منه من رجال المصدر الله يوفقه ماجد المفيعي والله العظيم يعني احداث واجد يضحك الاحداث عز الله واجد تواصل معي يجعل ربي طول عمره يستر عليه ماجد والله انه خساره على البرنامج يعلم الله اني اقول صح يعني لا في مرجلته
ولا في محتواه اللي قدمه ولا في والله العظيم انه خساره، لكن هو من الرجال اللي ان شاء الله طلع مع الباب ذا هو على قولتهم بيشق طريقه لحاله، فالله يوفقه لا هو اللي سبقوه، لكن بما اني ما كنت موجود اسال الله عز وجل انه يوفقه ويسر عليه، وان شاء الله هي كلها شهر ولا شهر ونص بيعودون علينا كلهم اخر 10 ايام. لا لا يجي ان شاء الله زين الاحداث صح. يوم طلع علمك سعد بالشنطه احنا نبي فرقه زين الشنطه اسوينا البغادر يوم شو مو بنفع اعطوها ميت قال ايش ترى ميت. فانا ذا الحين اصرح من المنبر يوم جيت انت يعني هم جاهزين الشنطه من قبل اجل ابراهيم. انت قلت لك النايب بشير مسعد انت الحين نايب غرفه وانا اميرها واصرح رشيد صوت صوت لا تكفل تمتع ابشر بسعادك وش ابشر بعجك خله يفكر في واحد يحس باخطائه اللي عنده عليه ارهب يا ابو ابراهيم ابراهيم هذا الثاني كفايه لازم معهم ثالث علي هادي ابشر بسعادك انا ما هذولا يستبعدون هذا وجه محلف من الغرفه يشاف لهم الغرفه الصغيره اللي داخل اللي بابهم سكر يفتح يحطون فيها يلبيه ابشر بسعاد عندي كلام دقيقه خلني خلص لا 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 خلني خلص غدينا انا وياك مثل زوم ووضعنا خلني خلص كت كت ابي اجيب شيء الامر هذا يعرض عليك بس يا ابو محمد في لازم اسباب وش الاسباب الاسباب عندكم حل خلوني ابرر خلني اعطي الاسباب خلني ابرر لا تبرر اسكت رشيد بن عمو خليه يقول الاسباب ثم نرد الاسباب عدم الاحترام والله اولا الشيء الثاني ما عاد قاموا لي للصلاة الله الشيء الثالث كثر كلامهم في قفاي الله الشيء الرابع شد بعضهم جا ضيف وغدا راعي محل ابو مذلح الشيء الخامس ولكثرها والاهم مارت عليكم هذا يومين غايب شعور الطرفين يا ابو مذلح الشيء الاهم يعني رفيقكم معكم في الغرفة معني انتم من هبة الريح العلوم الزينة راح منكم يسمع الرجال اللي فوق عودوا عليك اكتفيتوا بالعلم لمحك ومن جاكم قلتوا الحمد لله انه راح الحمد لله انه فارقنا بس مرة الحمد لله انت معي انت تبغيني اضربها فيها ملوثة بن عمو زين هذا الحين طال عمرك الخمس اسباب دي خليهم يعطوني حل مردود عليها انجابوا اجوبة مقنعة يبشرون بالسعد وانا اللي ما عاد محول باخذ شنطتي وبطلع الليلة مرة واحدة اولا نتقبل رأيه ونتقبل وجهة نظره. ثانيا الرجال ظهر فوق سحب عمره ما في عن اذنكم ما في شيء بدون استئذان طيب بقى وش السبب يا الامير؟ قال انا مرحبا قال ايش السبب؟ قلت ايش السبب يا الامير؟ قال انا امير انا امير قلت ايش السبب؟ قال انا امير وعلى كيفي اروح فوق اجي تحت قلنا طيب الله يستر عليك وهو من حط نائب حط نائب صد صد بن عمه ونعمل أمارة نائب نائب أمير وصار أمير عقب ما رجال دخلني معكم يا محلف قرارة قرار نحن كفوق حنا يصير قرار طيب هذا الأولى باقي أربعة يا حمد نصور هو ضدنا الحين لا 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 شايف غلط الحين سكت يا ابو مبطن مني بتمشكل معي بطريقة اصبر يمديك والمهم وروح كلام فيني يا ابو عقاب وحنا والله العظيم والله من يوم راح من يوم راح صح انها كان يخلينا نرقد بدري وكذا بس من يوم راح احنا مستانسين ومروقين ومعجبنا بالعكس تسهرون نصلي والعكس صليتوا وغربت وسخه نصلي واحكام حد نصلي وازعاجكم يسمع لي هرب احد من غرفتهم والله ما هرب واحد الا علي ذا علي اللبنان والله ما نبدا والله انا مهرب قرني ها هربوا ثلاثه من غرفتنا نعم ابو اتهام خطير هو هذا هو ابو مبلح والله من تحت خلاص يا رشيد اللي تحت ما له ابو مبلح كان ضارب مع اسمع ابو مبلح ما دريت وقال الحين ذي كلها صح وقال ان حنية العمر نتكلم وقال احنا يوم راح الاول من اولات يطلع العمر طلع من عندنا حلو قالوا ما عاد ارتحت عندكم وبشيل الفراشات ورجع شوي ترقدون يوم ترقدون بدري يوم ترقدون متاخرين حلو هذه الاولى والثانيه يطلع العمر خذ فراش حتى ما استاذني على انه بيروح يرقد شوي بيعود راح على وجهه جاء اليوم الثاني يقوم ينزل مع الدرج ويروح يصلي ما يقومنا وعد مر علينا نجينا من عنده نشوفه كان مو رفيقنا خلينا يخلص اتركهم جابر رشيد
شبروا شيء ايش بينهم؟ هذا خلع علم 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 لا لا والله يعلمني مرة انا مرضى على سعد الطويل انا خلص موضوعنا وقف انا اشوف انه طحني وخمني دقيقه ايش فيه علمني سمع خلني اخلص انا موضوعي انت تطمر كذا شوف عين شوف عيني شوف عيني خلنا نخلص مشكلة سعد خلنا نخلص مشكلة سعد ابشر ابن عمو ابشر خلنا نخلص المحور الاول والله العظيم غالي يا ابو بيقدر فجر لو نسلمك المهر ما عندنا مشكلة حلو الرسم الثالث وايش اسمه سحب علينا عقبك جينا بناخذ دالوب من فوق حلو ما سمحنا رفض رفض دالوبوس عشان نحطه في الغرفة مثل ما قلت انت رفض جبنا العمال ينظفون قال الغرفة اللي تحت العتم ينظفونها صار يعاندنا في اشياء واجد صرنا وحنا ندل منه انا والربع اللي معنا وبالنسبه للتهريب ولا واحد من عندنا في الغرفه هرب لحظه انا مهرب مهرب بس اللي هربوا كلهم الغرفه اللي وبيها